بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب لوسيل. واجواء كبيره جدا واجواء رائعه جدا في المباراه النصف النهائيه الاولى لكاس العالم فيفا قطر 2002، لحظات بين منتخبي الارجنتين وكرواتيا، المنتخبان اللذان خسرا النهائيين الماضيين الاخيرين. الارجنتين خسرت في البرازيل 2014 امام المانيا، وكرواتيا خسرت بعد نهايه هذه المباراه ويعود الى الديار. اختراق على الجهه اليمنى بالنداء لاعب مولينا، الحق عليها مولينا، اول كره عن طريق موجود من لوكا، يصارع يحاول يتفوق لوكا، يلعب على الجهه اليمنى، باص عليه جهه تصيعه خطير وضربه لوكا، الركنية الماتشيتش ولوكا مودريتش، مودريتش يلعبها ممتازة، التوزيعة في القائمة الثانية بعيدة كثير، لوبران ارتقى فوقهما وأسقطهما ديان لوبران، اصطدم ببعضهما الباصاليتش، باصاليتش كوفاتشيتش كوفاتشيتش بيريتشيتش 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 بيريتشيتش، يا سلام على اللعبة الجماعية كم كانت رائعة. نعم ركنية مندي في وسط الميدان يبعد عن ماكاليستير، لعبت الكرة البعيدة، يوري الفارس، الفارس 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 يوري الفارس، ركلة جزاء، حكم الإمارات والبطاقة الصفراء، انقلبت الموازين، كرة القدم ماكرة، كرة القدم خداعة، كرة القدم لا تؤتمن، كرواتيا تستحوذ، كرواتيا تستحوذ والأرجنتين تحصل على ركلة جزاء. لصالح نويل مولينا، يلعب عليه خوليان الفاريس، خوليان مع ميسي، ميسي هرب، ميسي انطلق، ميسي راح، ميسي دخل، ميسي مازال، ميسي مازال، ليو مازال، ليو دخل، ادخل منطقة عمليات، ليو خرج، ليو مازال، ليو دخل، ليو مازال، ليو مازال، ليو المنتخب الارجنتين، والكره سهله بين احضان الحارس،
بعد هذا التدخل من هنا امام ديفايا. كره اخرى صعبه ملعوبه بشكل سيء. ركنيه لفت خطيره. والكره ترفض الدخول. الكره فرص قليله جدا كانت للكروات، فرص كثيره جدا كانت للارجنتين. مباريات الكره تلعب من اجل ان تفوز بها ولا تلعب من اجل ان تمتع. اي نعم لديك ميسي ممكن ان يمتع. أشياء محزنة بالنسبة للخاسر، ولكن الأرجنتين يبلغ النهائي. عندما يبلغ الأرجنتين النهائي مع ليو ميسي يزداد كأس العالم متعة وتبقى المتعة مستمرة.